سلام، وصلنا على الوكالة الغنية عن التعريف، من أقوى الوكالات في الأردن. طبعاً إلها معزة في قلبي لأنه دراجتي عندها. خلينا نشوف شو في جوا المعرض ونتعرف على الدراجات. يلا. تحمس تحمس تحمس. يا سلام. الأشياء الجميلة في وكالة هوندا الصيانة اللي بجانبها. طبعا مبنى الصيانة ومبنى الوكالة مبنى واحد متصل بستاف صيانة معلمين ورائع.